اللياقه البدنيه. قلت له انا ملاكم نادي العظميه وعندي بطولات وشارك وايه ورياضي ويعني كل شيء تريد موجود. قال ما لعنا علاقه بدني احنا، انت مو مسوي الشروط الا درجه اولى. قلت له شلون قبلته؟ يعني هذا اجى مضر انه مو نفع. انا خريج 2020 جامعه المستنصريه، التقني الاهلي معدله خمسينات تعينت، واحنا من نزل القرار من 2020 لحد الان والله لازم عندك شهيد، لازم تزوج، لازم عندك اطفال، لعد من تعين؟ اتعين غير حتى واحد يتزوج؟ لو هذني لازم عندك هذني النقاط، يلا تعود يجي امرك الاداري. جت كليه الضباط قدمت عليها قبلت دوره 67، رحت قابلت والاختبارات كلها كامل قبلت. رحت اخر شيء للضابط قلت له ساهي غير انا قبلت؟ قال عندك شيء درجه اولى؟ قلت له انا قبلت بعد شو شيء درجه اولى؟ قال لا احنا نريد درجه اولى. قلت له شلون قبلتوني بالاستماره وجا اسمي؟ قبلون وجت رساله. قلت له شلون قابلتني؟ قال ها خليك على الاحتياط، طين اسمك؟ اسم امك؟ قلت له بس خليني احكي وياك، يعني شلون اروح اقابل الوزير؟ انا مستوفي الشروط اللياقه البدنيه. قلت له انا ملاكم نادي العظميه وعندي بطولات وشارك وايه ورياضي ويعني كل شيء تريد موجود. قال ما له علاقه بدني احنا، انت مو مسوي الشروط الا درجه اولى. قلت له شلون قبلته؟ احكي ويا طالب ثاني من طلعت عشان اقول انا معدل 60 وراه اشوفه قبلوه. يعني واسطات، يعني قال لي والله انا ابويا عميد يعرف هذا ويعرف هذا وقبله، يعني مو كل شيء ظلم. يعني اما نظل احنا اما نتخرج وندرس هسه تعينوا بالكهرباء كلهم ما عندهم شهايد. شهايد ابتدائيه والله واصله 20 ورقه 30 ورقه، واحد عنده 20 ورقه 30 ورقه. شو اما لما تعين اخذ السياره واشتغل بيها. يعني ما اعرف من مجلس الخدمه جابوه لنا شنو ضرر، يعني معدل احنا بال 80 خريج جامعه المستنصريه وماكو تعيين، يعني صار من 2020 هسه احنا 24. ما اعرف. الله يكرمك. اشكرك انا.